السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد من تورين ويب نيوز والذي نبث لكم على الهواء مباشرة من استديوهات فيا ميوتشي. وكما العادة أعزائي الكرام، نبدأ بحالة الطقس. فكما يمكنكم أن تشاهدوا، فدرجة الحرارة تتراوح بين 23 درجة مئوية، أما بالنسبة لمعدل الضغط الجوي فيتراوح بين 982 مليبار، أما بما يتعلق بمعدل الرطوبة فهي معتدلة حوالي 48 درجة بالمئة. أما بالنسبة لأخبار اليوم فهي كالتالي: نعلم مواطنينا الأعزاء أن نقابة النقل العمومي قد عقدت إضراب عام على المستوى الوطني يوم الجمعة 28 ماي، وعليه فكل وسائل النقل المدني بما فيها الحافلات وقطارات الأنفاق ستبقى في مستودعاتها كل النهار باستثناء فترة الصباح من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة، وبعد الزوال ابتداء من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثالثة بعد الزوال. أما خطوط الضواحي وخطوط 43 و46 و19 سيعملون منذ بداية الخدمة حتى الساعة الثامنة، ومنذ الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف. للمزيد من المعلومات زوروا موقع الجي تي تي. بسبب تمديد الأشغال العمومية التي تعني بناء محطة القطار الجديدة بورتا سوزا، تتغير حركة المرور بشارع بولتسانو، فمن ساحة 18 دجنبر حتى شارع ماتيوتي الحركة مزدوجة. أما من شارع ماتيوتي حتى شارع فيكتوريا مانويل الثاني فحركة المرور هي في اتجاه واحد فقط، فمن يريد أن يذهب من مركز المدينة باتجاه الجنوب فمن الأحسن أن يمر عبر شارع فينزاليو أو شارع غاليليو أو شارع ريومبرتو. للاستطلاع على البيان الصحفي يمكنكم زيارة موقع البلدية باللغة العربية. نعلم أعزائنا المواطنين أنه يوم السبت 29 مايو الجاري الهاتفان المركزيان التابعان لمكتب ضرائب الشرطة المحلية سيكونان خارج نطاق العمل بسبب قطع مبرمج لإمداد القصر البلدي بالطاقة الكهربائية. يوم الخميس 27 مايو الجاري من الساعة 9 حتى الساعة 11 ليلا ستستضيف سينما الإخوان ماركس بشارع بلجيكا عرض الفيديو بعنوان البيئة الحضرية رؤيات غير عادية للمدينة، حكاية فيديو من المتحف البيئي بتورينو. ويأتي هذا الاستعراض بنية رؤية المدينة بصيغة الحكاية المرئية بعد حكايتها بصيغة كلمات وصور مواطنيها. للمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة يمكنكم استشارة البيان الصحفي. إذا كنت تريد الإقامة في الخارج ولو لمدة وجيزة والتعرف على شباب أجانب، فيمكنك الاستطلاع على اللائحة الكاملة للتبادلات الدولية في ضمن هذا البرنامج في برنامج خلال هذا الصيف. ففي انتظارك 12 اقتراح للسفر إلى إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، تركيا وبلدان أخرى. كما يمكنك أيضا المشاركة في تبادل مع شبان أجانب في تورينو. التسجيل مفتوح في مركز إنفورما جوفاني من 8 إلى 16 يونيو القادم. يمكن لكل الشباب المهاجرون والقاطنون بمدينة تورينو من ذوي الجنسيات الأجنبية والمتراوح أعمار ما بين 18 و25 سنة أن يشاركوا في اختيار 20 متطوع في الخدمة المدنية للشباب المهاجرون المقترحة من طرف مدينة تورينو. مدة هذه الخدمة هي سنة كاملة، وسيتلقى المتطوعون مبلغ 350 يورو كل شهر كمساعدة رمزية. آخر أجل لتقديم هذا الطلب هو يوم 28 مايو الجاري. وللمزيد من المعلومات وكيفية تقديم هذه الطلبات يمكنكم وجودها على موقع البلدية باللغة العربية. لقد كانت هذه آخر أخبار اليوم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.